السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أخوانا الأعزاء، اليوم هنبدأ مع بعض إن شاء الله الدائرة الكهربية لجهاز تكييف شباك يعمل صيفا وشتاء عن طريق البلف العاجز. طبعا في أجهزة شباك بتعمل صيفا فقط شرحناها قبل كده، وفي أجهزة شباك بتعمل صيفا وشتاء عن طريق المسخنات الكهربية عن طريق الليتر. ماشي، هنتكلم النهاردة عن الدائرة بالبلف العاجز. أي دائرة كهربية زي ما تعودنا مع بعض يلزمني في الأول أحدد المنبع اللي أنا هشتغل عليه. طبعا المنبع اللي موجود عندنا في جميع المنازل في مصر 220 فولت. يبقى عندي دلوقتي طرفين التيار الكهربي. يفضل ان انا احدد الوان مختلفه عشان تفتح معايا في الشغل، حتى الشركات والمصانع بتعمل كده. تيار متغير 220 فولت. طرف منهم بيروح لمفتاح التشغيل بالشكل ده. اطراف التشغيل عندي طبعا احنا قلنا ساخن بارد، يبقى البارد ادي الطرف بتاع الساخن، ادي اطراف سرعه المروحه على حسب السرعه اللي احنا هنحطها نبدا نكمل، وهنحطهم كلهم كده في مربع مع بعض. يبقى ده مفتاح التشغيل. الطرف الثاني من عندي قبل ما ابدا مع بعض شغل، تعودنا مع بعض قبل كده ان انا قبل ما ابدا شغل في اي جهاز احط معطيات للجهاز اللي انا هتعامل معاه. طبعا عندي محرك الضغط بتاع جهاز التكييف. هنبدا مع بعض نحط محرك الضغط، طرف سي طرف ار، ملفات التطويل اس. اغلب اجهزه التكييف الحديثه دلوقتي كلها بتتعامل عن طريق مكثف التشغيل. ماشي، الاجهزه القديمه كنا بنحط فيها ريلي فولت عشان نبدا نتعامل مع الجهاز من اول الجهاز، لكن حاليا دلوقتي الكل بيتعامل عن طريق مكثف التشغيل. انا عندي طرفين للمكثف بالشكل ده، يبقى هنا محرك الضغط مكثف تجميل. عشان نوصل مكثف مع محرك الضغط عند الطرف سي ار اس، الار بتاخد مع طرف من اطراف المكثف زي ما احنا شايفين كده، وفي طرف تاني طالع بالشكل ده هياخد طرف كهرباء من الطرف ده. وانا دخلت طرف من اطراف الكهرباء غير الطرف بتاع المفتاح لمكثف التشغيل مع ملفات التشغيل. الطرف الثاني من المكثف ودلوقتي هنوصلها عملي وهنشوفها مع بعض، هيتوصل مع ملفات التقويم الاس. كده في مشكله لحد الان؟ لا تمام. ماشي، هنيجي على السي. احنا قلنا ضوابط التكييف فيها اما اوفرلود داخلي او اوفرلود خارجي. اذا كان الجهاز عندي موجود فيه اوفرلود خارجي يبقى انا في الحاله دي هوصله بعد السي مباشره. ركز معايا بقى في اللي انا هعمله. لو انا خدت طرف من الاوفرلود وطلعت بيه كده تمام، الشكل ده حاليا، وضغطت على مفتاح التشغيل محرك الضغط عندي هيشتغل. ولحد الان انا ما عنديش اي مشكله بالنسبه لمين؟ لمحرك الضغط. فيه حاجه صعبه؟ حتى لو انا هشتري ضابط واستبدله باي جهاز تكييف قبل ما اقوم باي عمليه من عمليات اللحام واحط واركب واشوف ماسوره الطرد وماسوره السحب واعمل لحام، اختبر الضاغط قبل ما اركبه، لان ممكن يكون في عيب من المصنع نفسه. في الحاله دي مش هقدر ارجعه، لكن لو انا جربت كهرباء وما اشتغلش هقول اتفضل بدل الضغط. يبقى ده كاني بوصل الضغط ايه؟ مباشر.
حتى لو المفتاح مش موجود طرف كهرباء من هنا طرف كهرباء من هنا شغلت محرك الضغط بتاعي. اتفقين؟ عشان ابدا اعمل عمليه تحكم في الضغط مع الدايره لجهاز التكييف الشباك يعمل صيفا فقط كنت بحط الثرموستات هنا. دلوقتي انا مش هحط الثرموستات هسيبها شويه. ماشي؟ عشان يشتغل جهاز التكييف ويبقى فيه عمليه تبريد وثبات الحراري للمكثف ابرد المكثف وابدا اسحب واطرد الهواء داخل الغرفه اخد الهواء الساخن من الغرفه واطرده لها ثاني هواء بارد بتمريره على ملفات المبخر ينزلني حاجه اسمها محرك ايه؟ مراوح. مع اجهزه تكييف الشباك بيكون عندي محرك واحد فقط للمراوح. بعمود اداره طويل واحده مروحه متصله مع المكثف بتعمل عمليه تبريد له ومروحه اخرى مع المبخر بتقوم بسحب الهواء وطرده داخل الغرفه. هنحط محرك المراوح نفس اللي موجود عندي في محرك الضغط هو اللي موجود في محرك المراوح. هنبدا مع بعض كده. سي طرف مشترك. ار ملفات التشغيل. اس ملفات التقويم. وطبعا بيكون معايا مكثف تشغيل اخر ولكن الفراد بتاعه اقل من الفراد بتاع مكثف تشغيل الضغط بيكون 5 4 على حسب نوع الجهاز اللي موجود عندي. احط مكثف التشغيل بنفس الطريقه. ادي طرف متصل مع الار ونفس الطرف الكليبسه اللي موجوده هنوصله مع بس هنخلي الدور تاني معلش عشان ايه ما يحصلش لخبطه معاك. انا ربطت هنا مع السلك. انت تقدر تحط الطرف ده مع الطرف بتاع ملف التشغيل بتاع الضغط ومتصلين مع بعض بالكليبس الاخر اللي هو موجود كليبس مزدوج. ماشي لكن عشان تبقى اوضح لك في ايه في الشغل تبقى فاهم. في حاجه صعبه لحد كده؟ لا. ملفات التقويم هنوصلها مع الطرف الثاني من المكثف بنفس الطريقه طرف لوحده. والسي عندي هنا في محرك المراوح محرك المراوح. السي عندي هنا بتمثل السرعه العاليه زي ما قلنا لحد الان كده محرك المراوح اشتغل معايا بسرعه واحده. لو محرك المراوح عندي اللي جاي لقيت فيه سرعتين او ثلاثه يبقى كل سرعه بفهم لها ان هو محطوط لها حاجه اسمها ملف اعاقه. ملف اعاقه. يبقى انا المحرك عندي هنا عملت له ايه؟ سرعتين. سرعه عاليه وسرعه منخفضه. لو في سرعه ثالثه هتبقى دي العاليه دي المتوسطه واللي بعدها ايه؟ المنخفضه. في حاجه صعبه لحد الان؟ لو انا رحت اشوف جهاز تكييف وماناش قادر احدد اطرافه وما معيش الجهاز حتى وعايز احدد الاطراف ومتوصل معاه المكثف سواء محرك مروحه او ضاغط محرك ضاغط. لو جيت بصيت على المكثف لقيت فيه طرف من اطراف المكثف مربوط فيه سلكين سلك كهرباء وسلك تاني يبقى ده ايه؟ السلك التاني ده اللي هو ملفات التشغيل الار. والطرف اللي موجود في المكثف لوحده يبقى ده اعرف تلقائي ان ده ملفات الايه؟ التقويم. واللي متصل مع الاوفرلود او واخد كهرباء حتى لو الاوفرلود داخلي يبقى ده ايه؟ اللي هو الكمن المشترك الكهرباء. يبقى انا كده قدرت احدد اطراف الضاغط مجرد ما بصيت في جهاز التكييف. فيها حاجه صعبه؟ لا. مجرد ما الاقي المكثف بتاعي في ناحيه فيها طرفين يبقى الطرف اللي واخد طرف كهرباء معاه ده تشغيل، الطرف اللي لوحده تقويم. الطرف الثاني اللي واخد كهرباء سواء واخد معاه اوفرلود خارجي او داخلي يبقى ده طرف ايه؟ الكومن. نفس الوضع على ايه؟ محرك المراوح. في حاجه صعبه لحد الان؟ لا. طيب انا هعمل دلوقتي بقول جهاز التكييف يعمل صيفا وشتاء عن طريق بلف عاكس. يبقى كده انا عندي فيه ملف للبلف العاكس. ملف تحطه رمز ملف او تحطه مربع وتحط فيه الشرطه براحتك. ماشي؟ يبقى ده الملف بتاع البلف العاكس. ملف البلف العاكس بيطلع منه طرفين. بس عايز اوصله في الدايره. عايز بقى تركز معايا ازاي اوصل الترموستات مع البلف العاكس. انا عندي الترموستات لها ثلاث اطراف هنحطها في جنب هنا اهوت. ده هقول عليه ان ده هقول عليه سي ده ري ده هقول عليه اتش
تدفئه تسخين ماشي، وريشه متحركه من الاثنين كده موصله التبريد، كده موصله ايه البلف العكس ريشه بالعكس. شايفين الرؤيه الرئيسيه اللي هي الان، حتى لو مكتوب عليه واحد واثنين وثلاثه هتيجي بجهاز كليب ميتر بتاعك وتشوف النقطه اللي بتدي للاثنين معاها، يبقى دي النقطه الرئيسيه. هجيب النقطه الرئيسيه اوصلها مع الدار بالشكل ده. هذه النقطة وهذه النقطة الثالثة أوصلها مع البلف العكس، مع الملف بتاع البلف العكس. في حاجة صعبة؟ طرف الملف بتاع البلف العكس الثاني أوصله مع الطرف الكهرباء اللي بيدي مكثفات التشغيل وملفات التشغيل. أهو. في حاجة معايا كده صعبة؟ أنا موصل كده السي تبريد، وادي الاتش، وادي ال، وادي الهار للمروحه. يبقى انا يلزمني الوضع بتاع ايه؟ التدفئه. البلف لاحظ في الدايره، لو انا وضعت على وضع التبريد ماشي، وحركت معايا الاتش التسخين ديت فاصله بالوضع ده اهوت، واي سرعه من السرعات شغاله، هنعتبر السرعه العاليه اللي شغاله، يبقى الوضع ده دلوقتي حاليا تبريد مع سرعه عاليه. الترموستات هنا بتوصل بالشكل ده، يبقى الضابط هيشتغل معايا. لو جيت قلبت الجهاز بتاعي على وضع تدفئه في الشتاء، يبقى هقلب الريشه بتاعت هنا، دي اللي هتوصل ودي تفصل ماشي، واي سرعه من السرعتين هشغلها معايا تبريد تدفئه عاليه او تدفئه منخفضه تمام، وهقلب الترموستات على وضع تدفئه، يعني الريشه دي هتتحرك كده. نلاحظ الدايره مع بعض، هلاقي الضاغط شغال في الحالتين، لان احنا قلنا مع البلف العاكس محرك الضاغط يعمل صيفا وشتاء، لكن لو في سخانات عندي يبقى السخانات هتكون مكان البلف العاكس ماشي، والضاغط هيشتغل في الصيف بس، وفتره الشتاء السخانات اللي ايه هتشتغل. في الحاله دي لو انا عندي سخان بالمره عشان نتكلم فيها ويركز معايا، وضع الترموستات عندي انا كنت عامل سي ال وسي واتش، هغير وضع الترموستات هخليه كده ال، وادي السي تبريد، وادي الاتش تدفئه، وهقلب النقطه الرئيسيه تحت هنا، مره هتدي تبريد ومره هتدي تدفئه مع السخان، بحيث ان مره وهي شغاله على التبريد السخان مش شغال، وهي شغاله على السخان الضاغط مش شغال. واضحه؟ في مشكله معاها؟ لا تمام استاذ. في حد ليه اي استفسار في الدايره؟ يبقى في الحاله دي الريشه دي انا مش محتاجها، يبقى حاليا محرك المراوح اللي عندي كام سرعه؟ سرعتين. سرعتين. لو بقى ثلاثه يبقى في ملف اضافي او ملف اعاقه اخر مضاف في الدايره. في حد ليه اي استفسار في الدايره؟ لا تمام استاذ. طب في حاجه ناسيينها ما قلناهاش؟ حد في حاجه مش فاهمها محتاجها؟ طيب دلوقتي هنبدا في تنفيذ الدايره عملي ماشي. طبعا الجهاز زي ما احنا شايفين شبه متهالك، وهنتعامل مع الجهاز نشوف واحده بواحده. اول حاجه هبص على اطراف الضاغط زي احنا ما قلنا كده الاول، الطرف اللي هو متوصل مع الاوفرلود ده بيبقى السي، يبقى انا حددت دلوقتي ان الطرف البني ده سي. طيب عندي طرفين تانيين اصفر واحمر ماشي. قبل كده واحنا بنشرح قلنا ان دايما الضواغط بيكون فيها اجوان بلاستيك زي ده شايفينه، مكتوب عليه سي وار واس، والغطا بتاع الضاغط ماشي برده مكتوب عليه السي والار والاس، يبقى انا ممكن احددهم عن طريق الالوان، وممكن احدد لو المكثف متوصل معاه الطرف
اللي هو الواحد واخد كهرباء او متوصل مع مفاتيح التشغيل مع الترموستات ماشي، ده هيبقى السي. والطرف الثاني اللي واخد كهرباء مع مكثف التشغيل ماشي، ده هيبقى الار. والطرف اللي لوحده مع مكثف التشغيل هيبقى الاس. طيب انا مكثف التشغيل مش موجود زي حالتنا كده، ودي الاسلاك بتاعتي اللي هي طالعه من الضابط، هنبص عليها. ادي البلي ماشي، وادي احمر وادي اصفر. احنا قلنا دلوقتي ان الاحمر هو الار والاصفر هو الاس ماشي. هنشوف بالجهاز دلوقتي، نقول الجهاز وعايزنا ونشوف ازاي نحدد. وطبعا احنا عارفين ان مقاومه ملفات التقويم اعلى من مقاومه ملفات التشغيل. طيب هنجرب مع بعض دلوقتي. الاطراف طبعا معايا هيت، لان طبعا ده جهاز تعليمي. هناخد طرف، احنا قلنا ان السي ده هو البني، هنشوف على القراءات بتاعتنا. خدنا طرف احمر مع بني، اداني 2.3 احمر وبني، اكتبهم معاك كده تمام. هاخد البني مع الاصفر، انا دلوقتي مش عارف مين السي ومين الار، مع الاصفر ثواني. اداني 4.2 بس طبعا القراءة متحركة معايا، لان طبعا كان بيقيس كمان مقاومة الجسم معلومة ماشي. طيب يبقى انا عندي احمر بني واحمر مع بعض اداني كام؟ 4.2 بني واحمر 2.3 اصفر وبني 4.2. طيب نشوف مع بعض الاحمر والاصفر هيدوا كام، اللي هم المفروض التشغيل والتقويم. ماشي 7.2 تمام. يبقى دلوقتي الاثنين دولت مع بعض هم التشغيل والتقويم اللي هم اعلى مقاومه ماشي. طيب مين مع البني مدي قراءه اقل؟ اقل قراءه الاحمر. يبقى الاحمر دلوقتي اللي قراءته اقل ده يبقى ملف التشغيل، واللي قراءته اعلى اللي هو الاصفر يبقى ملف التقويم. نبدا نوصل الضغط مع بعض كده بالراحه بتاع محرك الضغط ماشي. طبعا اسلاك المراوح هنا لوحدها اهيت، ما كانتش متوصله. وادي طرفين الملف بتوع البلف العكس، هنخليهم كده في جنب وهنشوف مع بعض نوصل جزء لجزء، ونشوف برده مع مفاتيح تشغيل ثانيه موجوده. ادي السي، فين الكاب؟ اهوت. مكثف ادي طرف السي، هنفك دوت برضو كلهم كده. طبعا دي اسلاك قديمه عن طريق التوصيل قبل كده ماشي. احنا قلنا البني سي متوصل مع الاوفرلود، هديله كهرباء تمام لحد كده. وقلنا ادي المكثف، المكثف طبعا قلنا عباره عن طرفين دولت نقطتين، كل اتنين من دولت بيمثلوا نقطة واحدة. هنوصل طرف منه كهرباء، وهنوصل معاه الار. احنا قلنا الار اللي هو ايه؟ الاحمر. والطرف الاصفر هنوصله اللي هو الاس. طيب نشوف مع بعض كده لو وصلنا الكهرباء بتاعتنا ايه اللي هيجرى. الضغط اشتغل كده، صوت طالع معاكم ماشي. طبعا الجهاز مش مشحون ماشي، الشحن بتاعه اهو، والجهاز مش مشحون كده. الضغط اشتغل. يبقى انا دلوقتي لو هجرب الضغط مباشر لوحده بدون اي حاجه زي ما عملنا كده، سي كهرباء اللي هي مع الاوفرلود، الار واخده كهرباء مع المكثف، الاس لوحدها. طيب نفصل دلوقتي ونشوف اطراف محرك المراوح. محرك المراوح انا عندي ادي اثنين طرفين، وادي طرفين تانيين زي ما رسمنا في الرسمه، سي ار اس. الاس هتبقى لوحدها ماشي،
والار واخده كهرباء والسي بتمثل السرعه العاليه واللف الاعاقه الثاني هيمثل السرعه المنخفضه. طيب انا عايز احدد اطراف محرك المراوح. لو المحرك جاي لي اغلب محركات المراوح بيكون موجود عليها رسمه على الضغط على المحرك عفوا ماشي. لو الرسمه مش موجوده او مش واضحه يبقى هستخدم الجهاز بتاعي برضو جهاز القياس بعد زي كده. دي واحده خليك معايا دقيقه كده. الدايره هنا واضحه بالنسبه للشغل اللي احنا بنعمله كلها. هنمسح جزء من الدايره ونعمل جدول لكيفيه تحديد اطراف المروحه. يبقى دلوقتي زي ما حددنا اطراف الضغط محرك الضغط برضو وضحتها لك انا برضو بالرسمه اهي. اعلى قراءه بتكون الاس والار اللي يقابلها السي. يبقى كده دي معروف ان ده الكومنت الطرف الكومنت. باخد السي مره مع طرف منهم اداني قراءه 2.3 تمام. وقيسه مع الطرف الثاني اداني 4.2. يبقى في الحاله ديت القراءه العاليه ديت ملفات التقويم، القراءه الاخرى ملفات التشغيل، ومجموع القراءتين 6.5. واضحه هنا مع الرسم وكاتبها لك برده فوق. السي والار على الالوان احمر وبني 2.3، اصفر زائد احمر 6.3 او 5 مع المجموع طبعا بتتفاوت. اصفر زائد بني 4.2 هي القراءه المتوسطه. وعملت لك برضو جدول تحديد اطراف محرك المراوح. محرك المراوح معايا تعالى هنا ماشي. ادي 2 وادي 2 4. هناخد قراءه كل طرف مع الثلاث اطراف الاخرين ماشي، ونعمل جدول زي اللي احنا عاملينه كده. بص كده معايا، ابيض بني احمر اسود اللي هم الاربع اطراف اللي موجودين عندي، ونعمل نفس الالوان بالعرض ابيض بني احمر اسود، وفي الاخر نعمل مجموع القراءات. بقيس الابيض مع البني اداني 230، مع الاحمر اداني 116، مع الاسود 68. البني هقيسه مره مع الابيض 230، طبعا بني مع بني اداني 0، مع الاحمر 214 165. بشوف مجموع القراءات في النهايه بلاقي الاس اعلى قراءه، القراءة اللي بعد منها اللفات التشغيل، بعد كده القراءة الأقل شوية 285 تبقى دي السرعة العالية، القراءة الأعلى منها شوية دي بتكون ملفات السرعة المنخفضة اللي هي الملفات الإضافية اللي محطوطة. أنا عندي السرعتين H و L والـ S والـ R. الـ S أعلى حاجة، يليها ملفات التشغيل R، يليها السرعة العالية اللي هي الطرف الكمل C، السرعة المنخفضة. قرب من السبورة كده وصورها ديت ودي. اوكي، ملفات تحديد محرك المراوح ودي تحديد محرك الضغط. ماشي؟ هنيجي زي ما عملنا، يبقى احنا كده حددنا ان الطرف الابيض ده الار، يبقى انا هطلعه معايا اهوت. اوكي؟ وادي طبعا ده المكثف اهوت، يبقى الابيض ار. هات لي حاجة بتلف سلك بتلف كده. خلاص؟ تمام. هنوصل الطرف ده كده مع المكثف وده الار، وقلنا ان السي هو الطرف الاس البني اهوت، يبقى ده الاس البني، والطرفين التانيين السرعات معايا. لو انا جبت الكابل اللي انا وصلته من شويه لجهاز التكييف بتاعي لمحرك الضغط ماشي، في طرفين اهوت، هاخد الطرف ده اوصله مع واحد من السرعتين دول. هات لي كده حبيبي كده بكليبس ماشي، او ماشي من غير كليبس حتى عادي دلوقتي. ده طرف كهرباء اهوت ماشي، وهاجي على الطرف الثاني اللي انا موصله مع مكثف التشغيل تمام، هديله كهرباء. هات لي سلك ثاني بيكون فيه كليبس او من غير كليبس حتى، مش مشكله. بعد زي كده واحده كده تمام. هات لي البنسه هقشر سلك كده طبعا اهو، دقيقه واحده.
الكهرباء اللي داخل على مكثف التشغيل بتاع محرك الضغط. هاخد منه وصله صغيره كده اهي. اهي. تمام. طبعا بيكون في روزيت التوصيل وفي مفاتيح التشغيل موجوده هنا وهي والترموستات. طبعا دي مش موجوده، هوريك دلوقتي توصل ازاي. ناخدكم واحده بواحده. يبقى ده طرف الكهرباء ده متوصل مع هنا. فين طرف الكهرباء اللي مدي ملفات التشغيل؟ اهو احنا قلنا الابيض ايه؟ تشغيل. الابيض اهو تشغيل. تمام. انا هاخد الوصله دي من هنا اهيت. ما في عند المكثف هنا طرفين بس، المفروض يكون في طرف ثاني، في نوعيه فيها طرف زي دي كده اربع اطراف اوصل فيها الكليبس. فعشان مش موجود يبقى انا هلغي ده كده وهقشر السلك بتاعي بالراحه. ماشي. جاي مع الطرف ده واللي رابط مدي كهرباء لمكثف مروحه المحرك. طيب تمام لحد كده؟ تمام. فاضل عندي السرعتين، السي اللي هو قلنا الاسمر، الاسود اللي هو ايه؟ السرعه العاليه اللي هو السي. تمام. وادي السرعه الثانيه. طيب هنجرب مع بعض ونشوف. ادي طرف الكهرباء الثاني اهوت. هات لي لفه شكرتون كده دي واحده. خلاص ما دمنا اتاكدنا من شغلنا هلف شكرتونه عشان لو حد مد ايده ولا حاجه ولا اتحرك جنب منك. وتاكد ان الجهاز عندك ما فيش حاجه ملامسه جسم الجهاز عشان لو حد سند على الجهاز زي الاخ اللي بيصور ده وسند على الجهاز. الطرف الثاني ده هيتوصل معايا هيمثل السرعه، هيدي السرعات بتاعت محرك المراوح. ادي طرفين السرعات اهمت، الاسمر والاحمر. احنا قلنا الاسمر السرعه العاليه. خلي ايدك دي واحده، ايدك دي واحده كده عادي، خليك زي ما انت كده. تعالى جنب هنا محرك الضغط شغال. هنجيب حركة رش المروحة سنة بس كده. السرعة المنخفضة هقلب على السرعة العالية. تعالى كده الأسمر. كده الجهاز بتاعي انا وصلت محرك المراوح لمحرك الضغط. خلاص كده اهو. ولو لاحظنا كده زي ما احنا عاملين الاسمر هو السرعه العاليه. ماشي. والسرعه المنخفضه اللي هي الاحمر. اهي شغاله. خليك معايا دي واحده كده بقى انت وياه. طبعا دي اطراف مفاتيح تشغيل وترمستات لجهاز اخر. ماشي. لو بصينا على مفتاح التشغيل هلاقي عندي طرف رئيسي ال. ماشي. تمام. عندي طرف كهرباء مد الترمستات لان ده الدوره معكوسه اهوت للتبريد. الطرف الثاني رايح لوضع التدفئه. وادي الطرف الرئيسي الكهرباء. لو انا هشغل الجهاز ده على بلف عاكس يبقى الطرف ده هو اللي هيتوصل مع ايه؟ محرك الضغط. النقطة الرئيسية بحيث ان محرك الضغط في الحالتين يشتغل في وضع تدفئة وفي وضع تبريد. لو شغال على سخانات هيبقى الوضع معايا مختلف. ماشي؟ هعكس زي ما عملنا في الرسمة قبل كده وشفناها. وادي السرعتين بتوعي اطراف السرعات بتاعتي. العالي والواطي بتوع المروحة. نوصل الجهاز مع بعض كده بالراحة بالترمستات ديت ونشوف الوضع بتاعه. نفس الجهاز. ادي الطرفين بتوع السرعات. هنوصلهم مع بعض كده. طبعا ممكن يكون المفتاح فيه مشكله او مش شغال او كده، هنشوف وهنجرب مع بعض. احنا دلوقتي جربنا محرك الضغط. ماشي. وجربنا المروحه وعرفنا ازاي نحدد اطرافها. تمام. الله اكبر.
ده الطرف قلنا الرئيسي اللي داخل للكهرباء. هنشوف الطرف اللي احنا كنا موصلينه هنا الرئيسي فين؟ اللي هو ده مش كده؟ اهو نخلي المكثف هنا اللي هو مد السي ومدي الار ومدي الطرف الثاني. ادي السي بتاعت اهيت وقلنا كنا بندي معاها الطرف بتاع المروحه السرعات. هنجيب دلوقتي الطرف ده كده هنلغيه ماشي والراحه معايا وركز معايا دلوقتي. شرف الكهرباء ده هدخله للطرف الكهرباء العمومي اللي هو بتاع المفتاح زي ما كنا رسمين في الرسمه وراجع الرسمه. ماشي وهنلف عليه شكرتون بالراحه وهنشوف الدايره فيها ايه. ثواني ده لسه هيتوصل عن طريق الترمستات. ماشي ده طرف الكهرباء العمومي. اطراف المروحه احنا وصلناها الطرفين قلنا ده بيدي ترموستات مدي السي واخده من هنا اهيت التبريد تمام. وادي الطرف الثاني بتاعي اللي هو الرئيس بتاع الترموستات اللي هو المفروض ياخد طرف ثاني. وادي وضع التدفئه بتاع الترموستات المفروض يتوصل مع البلف اطراف الملف الكهربي والبلف العكس طرفين الملف الكهربي هما اللي هما الازرق واضحين هنا هما. ماشي ناخد منهم طرف كهربي مع وضع التدفئه بتاع الضاغط تمام. مش محتاجين منه حاجه ثانيه دلوقتي فبالتالي هنغطيه مش كرتون. هتبقى عندي طرف بتاع البلف العكس ده هنلف عليه كرتون دلوقتي اللي هو متوصل مع السي اللي هو مع محرك الضغط. طبعا ده الطرف الثاني من الملف هياخد كهرباء مع مين؟ مع الكهرباء اللي مديه مكثف التشغيل بتاع محرك الضغط ومكثف التشغيل بتاع محرك المراوح. زي ما قلنا ده طرف الملف بتاع البلف العاكس وصلناه مع مكثف التشغيل ومحرك الضغط ومحرك المراوح وكده وصلنا المفتاح والترمستات. نجرب مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. ثواني مع الترموستات ومشينا جزء بجزء وعرفنا البلف العاكس يتوصل ازاي. الطرف مع الدفاع لغايه الترموستات والطرف الثاني واقف مع ايه؟ مكثف التشغيل والتقليد. هنجري الجهاز دلوقتي وهننتظر
شوية علشان يحصل عملية تعادل في الضغط والجهاز يريح شوية. بعدها طبعا كل الأجهزة الكهربية بوجه عام ما تشغلش وتفصل في وقت واحد. استنى دقيقة ولا اتنين كده، خليك معايا دقيقة ولا اتنين. وادي السرعة العالية للمروحة على الوضع التاني. طبعا ده استخدمنا مفتاح الترموستات قليل ماشي بنفس الوضع اهوت. طبعا اوقات المروحة بتشتغل لوحدها في وضع الدفاع وفي وضع التبريد برضه بنفس الوضع ماشي. وعند السرعة في عالية وفي منخفضة، وهنا عالي ومنخفض. ده التدفئة هنا اللي هو الأحمر تمام، وادي الأخضر معايا، وادي الترموستات بتاعتي بتحركها زي ما أنت عايز. طبعا الترموستات معاك برضه مش هتفصل، حد ياخد المحفوظ تمام كده. فصل الثلاثة في حد محتاج اي حاجه بالنسبه للجهاز؟ انا مبسوط واتمنى ان الله عز وجل ان نكون وصلنا لما فيه الخير لنا ولكم ولابنك محمد عليه الصلاه والسلام.